بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل معكم أعزائنا الطلبة سلسلة محاضراتنا في الاقتصاد الكلي واحد، وبالذات كنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية عند النموذج الكلاسيكي في التوازن الاقتصادي الكلي، واستفدنا من الحصة الماضية أهم المبادئ والفرضيات التي يقوم عليها النموذج الكلاسيكي. ويعني لا بأس، ربما ما فاتني في الحصة الماضية أن أقوله، وأن النموذج الكلاسيكي أو المدرسة الكلاسيكية، لأنه من حق الطالب أن يعرف من هم الكلاسيك. طبعا قلنا أن الكلاسيك من خلال الفرضيات التي تطرقنا إليها في المحاضرة الماضية، قلنا أن الكلاسيك ينادون بالمنافسة الحرة والتامة، ولا يرون تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وغيرها من المبادئ والفرضيات. وهذه المبادئ تنطبق على أفكار آدم سميث ودافيد ريكاردو وجون باتيست ساي وجون ستيوارت ميل ومن بعدهم، على كل حال يعني الذين طوروا الفكر الكلاسيكي وسموا فيما بعد بالنيو كلاسيك، من أمثال ألفريد مارشال وليون فالراس وغيرهم. وبالتالي هؤلاء في الحقيقة هم الكلاسيك، أو ما يسمون بالليبراليين الحقيقيين. يعني إذن الحصة التي مضت كنا تعلمنا أن الكلاسيك يرون بأن الوصول إلى حجم الإنتاج الأمثل والعرض الأمثل للقطاع الإنتاجي ينبغي من تحديد حجم العمل الأمثل، وحتى نحدد حجم العمل الأمثل المناسب لهذا الإنتاج الأمثل ينبغي أن نرجع إلى سوق العمل، أو بالذات توازن سوق العمل. وكما نلاحظ من خلال هذا الشكل، فإننا نلاحظ جيدا أن سوق العمل يتكون من منحنيين اثنين، واحد متزايد وآخر متناقص. المتزايد كما نلاحظ هو عرض العمل، والمتناقص هو الطلب عن العمل. ونلاحظ كذلك أن آل أو حجم العمل عند سوق العمل يتحدد وفق متغير اسمه الأجر الحقيقي أو W/P. فيا ترى ما معنى W/P، وما معنى LU وLD، ولماذا LU متزايدة وLD متناقصة؟ أولا نبدأ بالـ O أو عرض العمل. عرض العمل الـ O، طبعا ربما هنا من باب الفائدة أضيف الـ O حتى يستفيد الطالب أو يعرف الطالب رمز عرض العمل. فمن صاعدا عرض العمل ينبغي أن يفهم الطالب أن يعرف أنها تمثل، إذن الأو تمثل عرض العمل. عرض العمل، إذن عرض العمل كما ينبغي أن نعلم يصدر عن القطاع العائلي، يعني من يقدم العمل كسلعة. يقدم العمل كسلعة لا شك هم القطاع، هو القطاع العائلي. فعرض العمل يقصد به كمية العمل التي يكون العمال على استعداد لتقديمها عند مستوى معين من الأجور السائدة في السوق، وهو يرتبط أساساً و
وإيجابا بمعدل الأجر الحقيقي. إذن W sur P هو الأجر الحقيقي، ونعني به ماذا؟ نعني به القوة الشرائية للأجر الإسمي. إذن W sur P، W هي الأجر الإسمي، P يمثل الأسعار، إذن W sur P يعطيني الأجر الحقيقي. لماذا يا ترى ركز الكلاسيك على الأجر الحقيقي وليس الأجر الإسمي؟ لأنه بالنسبة لهم أن العامل يكون قادرا على التمييز بين القيمة الإسمية والحقيقية للنقود، ذلك لأن بالنسبة لهم العامل لا يتأثر ولا ينخدع بالزيادة النقدية إن صح التعبير للأجر الإسمي. فبالنسبة للكلاسيك لما نزيد له من الأجر الإسمي العامل لا ينظر فقط إلى الأجر الإسمي، ولكن يقارن هذه الزيادة بماذا؟ يقارنها لما يذهب إلى الأسواق ليشتري مختلف السلع والخدمات. فإذا كانت الأجر الإسمي زاد والأسعار في السوق سلع مثلا وخدمات يعني المقتنيات التي يريد أن يقتنيها العامل بقيت ثابتة، هنا العامل لا شك أنه سيكون يعني فرحا ومنبسطا بهذه الزيادة، لأنه في هذه الحالة وفي هذه الوضعية تكون زيادة حقيقية. بينما إذا رأى بأن هناك زيادة في الأجر الإسمي تبعتها زيادة في الأسعار فلا شك أن ردة فعل العامل ستكون سلبية، وبالتالي فبالنسبة للكلاسيك العامل يكون قادرا على التمييز بين الزيادة الحقيقية والزيادة الوهمية، والتي مردها ماذا؟ ظاهرة الوهم النقدي أو الخداع النقدي. وبالتالي دائما بالنسبة لهم العامل يقارن بين الأجر الإسمي ومستوى العام للأسعار. إذن هذه المقارنة تعطينا ما يسمى بالأجر الحقيقي الذي يساوي W sur P. إذن نفهم من خلال ما تقدم بأن عرض العمل يعتبر سلعة، العمل سلعة هنا يقدمها من؟ العامل. هذا العامل طبعا إذا رأى بأن الأجر الحقيقي زاد فبالضرورة سيزيد من يعني كمية العمل، أما إذا كان الأجر الحقيقي ناقص فلا شك أن هذا سينأثر سلبا على حجم العمل، وبالتالي العلاقة بين الأجر الحقيقي وعرض العمل هي علاقة طردية كما يبينها الشكل هذا. هذا بالنسبة لدالة عرض العمل. إذن تعلمنا أن دالة عرض العمل هنا هي تتمثل في الأو، الأو يمثل عرض العمل. الآن ننتقل إلى الجهة المقابلة ألا وهي دالة الطلب على العمل أو ال دي. فالعكس، عرض العمل يقدمه القطاع العائلي، هنا نجد العكس أن الطلب على العمل يقدمه القطاع الإنتاجي، ويقصد به كمية العمل التي تكون المؤسسات بحاجة إليها. المؤسسة هي التي تطلب العمل، هي التي تبحث عن سلعة اسمها العمل. ولا شك يعني بعكس التحليل الذي رأيناه في عرض العمل فإن دالة الطلب على العمل هي دالة عكسية مع معدل الأجر الحقيقي، لأن المؤسسات سوف يعني نلاحظ هذا أن المؤسسات الإنتاجية لا تطلب عمالا جدد إلا في ظل انخفاض الأجور الحقيقي، ولهذا فإن منحنى الطلب على العمل كما هو ملاحظ هنا هو دالة عكسية، فكلما زاد الأجر الحقيقي نقص الطلب على العمل، والعكس كلما نقص الطلب الأجر الحقيقي زاد الطلب على العمل، ولهذا هنا الدي نراه متناقصا. إذن وبالتالي فالعلاقة بينهما هي علاقة عكسية. ونظرا طبعا لأهمية دالة الطلب على العمل
في توازن سوق العمل، فمن هذه الدالة دالة الطلب على العمل سنستنتج عدة أمور مهمة أرجو من الطالب أن يركز عليها وأن ينتبه لها. أولا ينبغي أن نعلم أن إذا المؤسسة أرادت أن تطلب على العمل قلنا فهي دائما تنظر إلى ماذا؟ تنظر إلى معدلات الأجور الحقيقية، وبالتالي إذا كانت المؤسسة ترى بأن العامل الإضافي الذي ستضيفه في مؤسستها سوف يقدم إضافة، وهنا أقصد بالإضافة أي سيقدم مردود، سيقدم ربح إضافي للمؤسسة، فهنا لا شك أن المؤسسة ستزيد من عمال إضافيين. لكن إذا رأت أن العامل الإضافي لا يقدم إضافة ولا يقدم مردود ولا يعطي ربح إضافي، فلا شك أن المؤسسة ستتوقف عن الطلب المزيد من العمال. وبالتالي هنا كما نلاحظ أو كما يلاحظ الطلبة أن دالة الطلب على العمل دائما نستنتجها من دالة ربح المؤسسة، وربح المؤسسة هذا قلنا لأن المؤسسة دائما تنظر إلى العامل على أساس أنه تكلفة إضافية، فإذا كان تتحمل تكلفة مقابل أن العامل الإضافي يزيد من مردوده ويزيد من ربح المؤسسة فبها ونعم. أما إذا كان هذا العامل الإضافي سوف لن يزيد ربح للمؤسسة، فهنا لا شك أن المؤسسة سوف لن تطلب المزيد من العمل. ولهذا ربما أكون قد أجبت عن السؤال لماذا أو ما دخل دالة الربح هنا، فدالة الربح هنا المؤسسة تنظر دائما إلى الربح، فإذا علمت أن هناك ربح إضافي فلا شك أنها ستطلب عمال إضافية. أما إذا لم تعلم بأن هناك ربح إضافي فلن تطلب عمال إضافي، وبالتالي فدالة الطلب على العمل نستنتجها من دالة الربح أو تحضير الربح، وهذا الحقيقة كنا قد رأيناه العام الماضي مع مقياس الاقتصاد الجزئي، أين رأينا أن الربح هو عبارة عن إيرادات ناقص التكاليف، وبالتالي الإيرادات هي إيغاك في بي بحيث إيغاك تمثل كميات المنتجة مضروبة في سعر الإنتاج أو سعر السلعة المنتجة ناقص التكاليف الكلية اللي هي LP L plus K PK، وهنا طبعا قمنا بتعظيم دالة الربح. إذن في الأخير من خلال هذا يعني الإجراءات أو الخطوات إن صح التعبير التي قمنا بها في تحليل دالة أو تعظيم دالة تعظيم الربح، إذن تحصلنا في الأخير على أو استطعنا استنتاج دالة الطلب على العمل التي هي LD بدلالة W/A. إذن من دالة الطلب على العمل ينبغي أن يتعلم الطالب أو يستنتج أو نستنتج أمور مهمة. أولا أن من دالة الطلب من دالة تعظيم الربح عفوا نستنتج أن قيمة الإنتاجية الحدية للعمل تساوي تكلفة العمل. قيمة الإنتاجية الحدية للعمل قيمة هي الإنتاجية الحدية للعمل تساوي تكلفة العمل. تكلفة العمل مقابلها هي W/P أي الأجر الحقيقي، الأجر الإسمي على مستوى العامل الأسعار يعطيني الأجر الحقيقي. كذلك عند دالة تعظيم الربح استنتجنا أن الإيراد الحدي الآن يساوي الأجر الإسمي W، يعني هذه تكافئ هذه في الحقيقة. كذلك هذا الإيراد الحدي يساوي الأجر الإسمي استنتجناها من أين؟ استنتجناها من دالة الربح الحدي، بحيث أن الربح الحدي يساوي ماذا؟ يساوي الإيراد الحدي ناقص الأجر الإسمي. الحقيقة هذه استنتاجات مهمة يعني نحتاجها أو نحتاجها لما نريد مثلا تحديد كما هنا في المثال، كما هنا لدينا في المثال عندما نريد مثلا تحديد مثلا مستوى التوظيف التي تتوقف عنده المؤسسة، أو يعني بالتالي هنا لما نريد أن نحسب أو نعرف مستوى التوظيف الذي تتوقف عنده المؤسسة فينبغي أن يتحقق الشرط اللي هو أحد هذه الشروط أو أحد هذه المساويات
الثلاثة: الإنتاج الحديثي وتكلفة العمل إيكغاك قيمة ال جاي دبليو في سير بي، أو ار ام يساوي دبليو في ماجيسكول أجر الإسمي، أو أن الإيراد الحدي ناقص أجر الإسمي يساوي الربح الحالي. ففي الحقيقة هذه استنتاجات مهمة سوف يرجع إليها الطالب عند الضرورة. هنا أعطيت مثال، قلت مثلا لدينا دالة إنتاج في اقتصاد ما مشكلة بالشكل الآتي: إيغاي يساوي 5 جيل الآن. استنتج دالة الطالب على عمل وما هو مستوى التشغيل عند أجر حقيقي مساوي لهذه إيغ دوبلي في سيغ بي يساوي 1 على، وما هي الإنتاجية الحدية للعمل. طبعا هنا يعني قمنا بالحل، ولا شك أننا دائما نقول للطلبة أنه من المستحسن دائما أنهم يحاولون ثم يعني ينظرون إلى الحل الذي يقدمه له الأستاذ. كذلك أعطيت مثال ثاني هنا ربما حتى تظهر أحسن. إذا أعطيت هذا الجدول الذي يمثل لنا مستوى الإنتاج للسلعة ما حسب عدد العمال وما ينجم عن ذلك من إيراد وربح حدي. إذا هنا عدد العمال، هل هنا الإنتاج الكلي إيغاك، أرسم بيانيا دالة إنتاج الإنتاجية الحدية للعمل. إذا لدينا هذا التمرين، مهم هذا التمرين في الحقيقة، وقد أعطيت ربما حله هنا كما نلاحظ. إذا بتطبيق طبعا القوانين، دائما أقول الطلبة ينبغي من حفظ القوانين والتذكير بالقوانين، لأن هنا أساس الحل هو أن الطالب يكون يعني فاهما وحافظا للقوانين التي قدمت له في المحاضرة. إذا هذا هو الجدول الكامل. هنا عن السؤال الثالث، إجابة عن السؤال الثالث، هنا الإجابة عن السؤال الرابع، ويعني هنا بينت مستوى التوظيف الذي تقف عنده المؤسسة، وهنا ختمت بسؤال السادس يعني ما هو مستوى التشغيل الذي تتوقف عنده المؤسسة. إذا هنا أكون قد أعطيت الجدول التام، يعني الفرق بين الحالة يعني السؤال السادس والخامس. وشكرا.